السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق كرة القدم التونسية. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة 11 من بطولة الرابطة التونسية، والتي ستجمع بين الإفريقي والنجم الساحلي في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واقتراص نقاط المباراة الثلاث، ويسعى فيها الفريقين من أجل الفوز والمنافسة على لقب البطولة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. استعدوا أن ستنطلق المباراة بعد قليل، ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة. تابعوا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.